والحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر على الاستعداد الكامل لخوض منافسات البطولة على الأراضي المغربية في شهر فبراير اللي جاي. ونشر الحساب الرسمي لمونديال الأندية على تويتر صورة لفريق النادي الأهلي وعلق عليها وقال: نراكم بعد أقل من شهر في المملكة المغربية. أثبتت الأشعة اللي عملها كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي إصابته بقطع في الرباط الصليبي، رغم أن الفحوصات الأولية أثبتت إصابته بجزع في أربطة الركبة. المسؤولين في نادي المصري البورسعيدي دخلوا في مفاوضات جادة مع المسؤولين في نادي الزمالك لاستعارة عبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية. تأهل برشلونة الإسباني لدور 16 من كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على فريق إنتر سيتي من الدرجة الثالثة بنتيجة 4-3 بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية واستمرار التعادل بنتيجة 3-3. برشلونة الإسباني جاله تأكيد من المحكمة الرياضية بعقوبة الإيقاف لمدة 3 مباريات على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبالتالي هيغيب عن قيادة هجوم الفريق الكتالوني في المباريات الثلاثة اللي جاية في الدوري الإسباني، واللي هتكون قدام أتلتيكو مدريد وختافي وجيرونا. فريق انتر ميلان حقق الفوز على فريق نابولي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإيطالي، وبكده الانتر رفع رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولسه نابولي في الصدارة برصيد 41 نقطة. فريق ميلان فاز على فريق سالرنتانا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح في افتتاح مباريات الجولة 16 من بطولة الدوري الإيطالي. بالنتيجة دي ميلان في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، وسالرنتانا في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة. وحقق توتنهام الفوز على فريق كريستال بالاس بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي. جت أهداف توتنهام الأربعة في الشوط الثاني من المباراة عن طريق هاري كين اللي حقق هدفين، ومات دي هورتي وسون كمان في الدقائق 48 و53 و68 و72 من المباراة. الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تم اختاره من الجهاز الطبي في الريدز بغياب المدافع فان دايك عن المباراة وولفرهامبتون في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي واللي هتتلعب يوم السبت اللي جاي، وهيغيب فان دايك لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة اللي تعرض لها في مباراة برينتفورد الأخيرة في الدوري الإنجليزي. المدرب الهولندي إيريك تينهاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أكد أن فريقه لا يمكن اعتباره من المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن ثقته في التشكيلة تعززت بعد الفوز على بورنموث أول امبارح، وقال مدرب اليونايتد: أمامنا عمل كبير وما زلنا في يناير ولم نصل بعد لمنتصف الموسم، المباراة المقبلة جاءت سريعا أمام إيفرتون، لذلك سنستمتع لمدة 24 ساعة قبل التركيز في المعركة اللي جاية. النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تلقى التهاني والمباركات من زمايله في باريس سان جيرمان بعد عودته امبارح لأول مرة بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين، وحظى ميسي باستقبال قوي وانهالت عليه التهاني وتعمل له ممر شرفي أول ما وصل لمقر تدريبات النادي قبل المشاركة في التدريبات. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع شاذلي. شكرا ليك يا لبنى.